قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن حياة كل المدنيين تستحق الحماية، بما في ذلك المدنيين الفلسطينيون في غزة. وطالب بن فرحان بوقف فوري لإطلاق النار ورفع الحصار عن قطاع غزة والعودة لمسار سياسي. منذ اندلاع الأزمة ونحن على تواصل مستمر مع كل شركائنا الدوليين بما في الولايات المتحدة الأمريكية، ورسالتنا واضحة، لا بد من وقف إطلاق النار، ولا بد من رفع الحصار، ولا بد من إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، وهذه رسالة وصلت إلى الجميع بصوت واحد من الدول العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية. كلنا قمنا بتواصل مكثف في هذا الإطار، والآن نرى بداية دخول المساعدات إلى غزة، لكن هذه البداية غير كافية، هذه الكميات لا تلبي المطلوب أبدا، والمطلوب فتح المسارات للمواد الغذائية بدون أي قيد أو شرط وبدون تحديد الكميات، والمطلوب الأهم وهو المطلب الأساسي والمتوافق مع القانون الإنساني الدولي هو رفع الحصار.